70 واستلمت مقاليد السلطة لمدة 3 أيام فقط قبل أن ينقلب عليها النميري ويعدم كل قادتها فيما عرف بمحاكمات الشجرة. ولعله من الصعوبة بمكان إعادة التنقيب في أضابير التاريخ للخروج بخلاصة ومعلومات جديدة عما حدث وتداعيات على الساحة السياسية السودانية، لكن بنحاول في الحلقة دي بنستنطق الشهود على ذلك العصر بغرض إلقاء الضوء على تلك الأحداث التي حدثت في هذه الحقبة منذ 50 عام والمزيد من التعريف بهذا الحدث الهام في تاريخ السودان. سعيدين باستضافة ضيوفنا الليلة شهود هذا العصر معانا. معانا بروف مصطفى خوجلي هو شاهد على أحداث حركة 19 يوليو. مرحبا بك يا بروف. شكرا. أنا أعتقد أنه بمرور نصف قرن على الحركة التصحيحية في 19 يوليو لابد أن نأخذ يعني نعيد تنظيم المحاور لمعرفة الجوانب الأساسية اللي أدت إلى الحركة في 19 يوليو ونأخذ نظرة عن الشخصيات اللي قامت بالحركة وعلاقتها مع الحركة الوطنية ونستخلص منها ما يفيد الحركة الثورية الوطنية اليوم في مسار جديد يعني وعلاقة القوات المسلحة مع الحركة الثورية والوطن والجيش. طيب دي كل أشياء إن شاء الله هنستخلصها من خلال حديثنا ومن خلال حلقتنا. يسعدنا كمان نرحب بضيفنا الثاني الرائد معاش أبو بكر عبد الغفار عثمان وأيضا من المشاركين في حركة 19 يوليو في الجانب العسكري. مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بك كثير. أيضا سعيدين باستضافة هند بابكر النور ابنة الشهيد بابكر النور. مرحبا بك يا هند. مرحبا بكم. وفي البداية بترحم على شهداء الوطن شهداء الحرية والديمقراطية والسلام بدءا من 24 إلى انتهان بشهداء أكتوبر شهداء 85 شهداء 19 يوليو كل شهداء الثورة السودانية انتهاء بشهداء ديسمبر. وبنتهز الفرصة دي للحديث وإضافة يعني تنوير الأجيال بما تم في 19 يوليو بمطالب أسر شهداء 19 يوليو. إحنا كأسر لشهداء 19 يوليو ظللنا نقدم مطالبات لحيثيات المحاكمات والقبور وعديد من المطالبات منذ 19 يوليو وإلى الآن. آخر مطالبة قدمنا بها في 19 يوليو 2020 وإلى الآن ما زالت هذه المطالب في مكانة ما تحركت لم تتحقق. وبفتكر أنه دي فرصة أننا نعمل نشير أو نلقي عليها الضوء. نعم. طيب إحنا في البداية هنتوجه بسؤالنا لسعادة الرائد معاش أبو بكر عبد الغفار. هنسألك هنقول لك تباينت التسميات يعني والتوصيفات عن أحداث 19 يوليو منه من كان بيوصفها بالحركة التصحيحية لتقويم المسار في الفترة ديك ومنهم من ذهب إلى أنه مجرد انقلاب على سلطة هي ذاتها انقلابية. كيف بنصف الحاجة اللي حصلت في 19 يوليو دي يعني كانت شنو بالضبط عشان الناس ذاتها تعرف المعلومة تتأكد منها؟ هو بعتقد أنه الاسمين ممكن يعني هي حركة تصحيحية وانقلاب. يعني حركة تصحيحية بمعنى أنها عايزة تصحح المسار ثورة 25 مايو أو انقلاب 25 مايو. وانقلاب باعتبار أنه المعنى نفسه اللفظي يعني تغيير يعني إحداث تغيير بشكل بوسائل أخرى لما تكون عسكرية تسمى انقلاب. فيعني المسألة فيها وصف يعني مختلف كثير لكن هي التبني بتاعنا بتاع حركة تصحيحية باعتبار أنه دي 25 مايو قامت على أساس أنها تحقق أهداف الجماهير فيما بعد ثورة 21 أكتوبر وبالذات لما جاء النظام الديمقراطي أخفق في أنه يحقق تطلعات الجماهير وقام تنظيم الضباط الأحرار آنذاك تصدى للمسألة دي و
تبنى شعارات ثورة أكتوبر ونفذ حركة بتاعت 25 مايو أو انقلاب 25 مايو أو سميها ما سميها. وبالتالي الناس كانوا متفقين خاصة المد الثوري اللي هي هو كبير جدا بعد أكتوبر، يساري وسط، قوة مدنية ديمقراطية تقدمية، دي كلها كانت ماشية في اتجاه أنها تتبنى شعارات ثورة أكتوبر، وبالتالي أيدت 25 مايو تأييد من قطع النظير. سرعان ما بدأ الديفيشن أو الميلان أو التخلي عن الشعارات وبدأ الصراع، ودي ممكن نتكلم فيها بعدين في نقطة. نعم. طيب ما هي طبيعة تكوين تنظيم الضباط الأحرار واللي تولى يعني تنفيذ الوقت ذاك في 19 يوليو منه؟ هم طبعا تنظيم الضباط الأحرار تنظيم قديم جدا من الخمسينات. نعم. وكانوا بيتبنوه طبعا مجموعة من الضباط الوطنيين الحادبين على مصلحة الوطن، فيهم يعني بالذات في القوات المسلحة يصعب العمل السياسي، لا يعني الناس بيهتموا بالمسائل الاكاديميه، المسائل العسكريه، المسائل whatever يعني، وفي ناس بيهتموا بالعمل السياسي. فبدات المساله في نهايه الخمسينات يعني من كل الاتجاهات السياسيه. تنظيم الضباط الحرار كان اشكول، كان بيشكل كل الاتجاهات السياسيه كانت داخله، ودي مساله استمرت لغايه 25 مايو. يعني انا اضرب لك مثلا، سنه 59 كان في الحركه بتاعت علي حامد، كان فيها الشيوعي محمد محجوب عثمان، وكان فيها الرشيد الطاهر بكر مرشد الاخوان المسلمين. فكان كل الناس يعني اذا معناها انه كان في اتفاق على اساس انه وحده الهدف الوطن، كان في اشياء مثل هذه يعني. والمساله دي استمرت الى ما بعد اكتوبر كمان، وازدادت ازداد الحجم بتاع تنظيم الضباط الاحرار، باعتبار انه يعني النظام 17 نوفمبر كان بضيق الخناق وقام بعمليات يعني انتهاكات كثيره جدا، وضيق على الناس في ناحيه الديمقراطيه الى اخره. لما جاء انفراج بتاع اكتوبر وتوسعت المساله كمان، تنظيم الضباط الاحرار توسع واحتضن كافه التيارات السياسيه، يسار، شيوعيين، تقدميين، وطنيين، وتفر التسميات اللي كانت موجودة في آنذاك يعني. وكان تنظيم قوي جدا جدا وسري، وتمدد هذا التنظيم وتباينت المسألة باختلافات في داخل التنظيم من ناحية طبقية، من ناحية فكرية، من ناحية متباينة. والدليل على ذلك حتى في التشكيل بتاع مجلس الثورة في 25 مايو بتلقي فيه الاتجاهات السياسية المختلفة، تلقي فيه الرتب المختلفة، بتلقي فيه وهكذا يعني. فاستمر كان التنظيم بهذا الشكل يعني. لما تم تنفيذ 25 مايو، مجلس قيادة الثورة ضاغ زرعا بالتنظيم بتاع ضباط الأحرار، لأنه ضباط الأحرار كان اشتراطهم أنهم يكونوا جهة رغابية ومحاسبة أو مجلس ظل ل 25 مايو. فلما بدأت تنفيذ الثورة، مجلس قيادة الثورة ضاغ زرعا بالتنظيم وبدأ يضيق على الخناق، وبالتالي قام حل تنظيم الضباط الأحرار وشكل أحرار مايو اللي هم ناس بتعينهم هم، ودي خلقت يعني غضب كبير جدا وسط الضباط الأحرار، وعارضوها ناس في مجلس قيادة الثورة. يعني في ناس من مجلس قيادة الثورة، عندك يعني بابكر، عندك فاروق، عندك هاشم، عندك حتى زين عابدين، حتى مامون عضو زد، عارضوا الفكرة، لكن كان في ضغوط من جحفر النميري. بعد ما نفذ دي وعمل أحرار مايو، النميري انفرد بمجلس قيادة الثورة وهمش أعضاء مجلس قيادة الثورة القاعدين، فبالتالي صار هو الفرد هو الحاكم، وبدأ يتصرف كحاكم كفرد مطلق، بينما الاتفاق من البداية أنه المسألة مشاركة قيادات. دي خلت أنه أعضاء في مجلس قيادة الثورة يرفضوا الانفراد، منهم بابكر، منهم هاشم، منهم فاروق، منهم كذا يعني، وبدوا يضيقوا يعني كمان ويحتجوا، وبدوا في داخل المجلس يحركوا الأعضاء الباقين على أساس أنه يرفضوا الفكرة. جحفر النميري خلق كتلة يعني تقريبا على أساس أنه شكلنا على اساس انه ديلا شيوعيين وبالتالي نتخلص منهم، وقدر يعني يهيئ بقيه الاعضاء على الفكره دي. وهني سالوا يعني لما يقول شيوعيه مثلا، اذا افترضنا بابكر وهاشم وكده، انه فاروق حمد الله ما كان شيوعي. ايوه.
ليه الأغاني؟ قال ده بنقوله الأخبار لمجلس قيادة الثورة، اللي أقصد للحزب الشيعي مثلا. فاروق اصلا حمد الله مؤكد ما كان في الحزب الشيعي، وبالتالي ما ممكن ينقل الاخبار للحزب الشيعي، لانه هو كان عنده يعني ناس في مكتبه كانوا ضد الحزب الشيعي، لانه يعني دي مساله ثانيه مختلفه يعني، المكتب بتاعه بتاع الشيعيين اللي منقسمين يعني. فبالتالي يعني الفكره يعني كلامه ده كان مؤكد ما صحيح. هو كان الهدف انه يتخلص منهم لانهم بدوا يعترضوا على تفرده وسيطرته على مجريات الامور او المشهد السياسي. هنتوجه بسؤالنا لبروف مصطفى خوجلي، وبقول لك بما انه الحركه التصحيحيه والحركه الانقلابيه بمختلف مسميات يعني زي ما كانوا يقولوا كانت بتضم الغالب الاكبر للعسكريين السياسيين، لكن عايزين نعرف كمان طبيعه علاقتها مع المدنيين من السياسيين السودانيين. انا افتكر من بداية الخمسينات 55-56 ابتدى يحصل صراع داخل القوات المسلحة فكري، يعني في توجهات مختلفة، انتهت بانقلاب عبود في 58 اللي هو كان بيمثل تقريبا الفكرة النقلي أن تسلم وتسلم بدون مصارعة، وبالتالي كانت في معارضة كبيرة جدا في أنه تسييس الجيش، وأن الجيش لابد أن يكون وطني، وأنه يحمي شعارات الثورة الوطنية الديمقراطية. وعلى هذا الأساس يعني بدت عدة من المحاولات في التصحيح من داخل الجيش وتكوينه، وابتدى التفكير في تنظيم الضباط الأحرار وبمختلف هنا. في نفس الوقت طبعا الصراع السياسي على مستوى الأحزاب ابتدى يتبلور أكثر، ابتدت الحركة اليسارية والديمقراطية أن تكسب موقع مميز وسط قطاعات كان لها تأثير في تاريخ الحركة، من النقابات، المثقفين، المهنيين، وبالتالي الصراع ابتدى يحتد يعني. في نفس الوقت طبعا حصلت تحولات في المنطقة في الخمسينات أثرت على التوجه، وبعدين لحد ما حصلت ثورة 64، و64 لو طبعا انت متتبع التاريخ كان التجمعات المهنيين والنقابات والمثقفين واتحادات المزارعين لعبت فيها دور اساسي ورفعت شعارات متقدمة وتبنتها، وبالتالي الجيش بتكوينه وتركيبه وتنظيم الضباط الأحرار تبنى نفس الشعارات على أساس أنها هي تساعد في الهنا. حصل بعد سنتين من 64 انقلاب تقريبا ذاك يسمى انقلاب، اللي هو طرد النواب الشيوعيين من البرلمان وبعدين حل الحزب الشيوعي ومحاولة النقوص عن كل الشعارات اللي حصلت، ومما أدى إلى التفكير في تحولات، وحصل انقلاب بتاع مايو، وده كان فيه صراعات شديدة، ولكن الضباط الأحرار لأنهم كانوا بيمثلوا قطاعات مختلفة من القوى الوطنية ما شرطا كلهم يساريين أو شيوعيين أو غيره، وحاولوا يقوموا بالانقلاب، لكن بما أنه الانقلاب كان فيه سيطرة أنا بفتكر من الضباط اللي يعني مؤمنين بالفكر النقلي أو التفكير الغير علمي أنه حاولوا السيطرة، بالتالي بدأت الصراعات تحصل وابتدت تكوين الزعامات وانفراد بالسلطة زي ما حصل في أغلب الدول. ولذلك مع الوقت ضيق، لكن دي أدت إلى كل الصراعات اللي حصلت، وبالتالي طبعا في الحرب تنقلب إلى صراعات دموية. نعم. إلى أي مدى ممكن هي، لكن يبدو في التاريخ كله يعني الصراعات الدموية هي بتبتدي من القوى اليمينية دائما لأنها ما بتتحمل ولا حاجة النقد، وكان واضح يعني في تاريخ السودان لأنه أول مرة لما حصل الانتخابات بعد أكتوبر في اليسار
كسب 14 مقعد من 15 مقعد من في المجلس اللي هنا، والمناقشات في البرلمان بقت تزاع وغيره، أصبح القلق وسط القوى اليمينية كبير في أن التأثير على الشارع ابتدى يتحول. ولذلك خلقت المسرحية بتاعت معهد المعلمين، وبالتالي حل الحزب، وبالتالي في هنا كمان كما يحصل في العالم كله كان في شخصيات عندها دور أساسي. يعني أنا أفتكر يعني أبا بكر النور من الشخصيات اللي لعبت دور أساسي كان في تكوين الضباط الأحرار، كان دوره في حتى لأنه كان في اختلاف هل كان ممكن يدخلوا في مجلس قيادة الثورة بتاع مايو وإلى أي دور، وكان هو رأيه أنه الناس يقبلوا الدخول على أساس أن يحاولوا يعيدوا الحركة بتاعت أو انقلاب مايو إلى الخط بتاع الثورة الوطنية الديمقراطية والشعارات اللي طرحتها أكتوبر، وما تحملوهم. يعني نميري في اللحظة دي هو ابتدى يتقمص الشخصية بتاعت الزعامة المطلقة، يعني زي ما حصل في العالم. نعم نعم، زي كل الثورات. لذلك كان لابد انك خلص من اللي. نعم، طيب انا حنتقل من كلامك ده حنتقل لسعادة الرائد. حقول لك انه لما البيان الاول طلع للحركة والذي تلاه الرائد هاشم العطا، بدلا من السير الى الامام ووضع الشروط اللازمة لكي تحس الجماهير بكيانها وكرامتها، شرعت الطغمة دي في تشويه شعارات الديمقراطية واستبدلته بنظام مختلف تماما او رهيب للجاسوسيه، بيتعارض مع تقاليد الشعب وبيتعارض مع الديمقراطيه اللي هم ناضلوا عشانها. انا سؤالي لك، اسباب وطبيعه الخلاف النشب داخل مجلس قياده الثوره بتاعت مايو وادى للتطورات دي كانت اسبابه شنو؟ او هل احد اسبابه هي اقاله اعضاء مجلس الثوره اللي هم منهم فاروق حمد الله زي ما انت ذكرت، هاشم العطا، بابكر النور في المقام الأول يعني؟ وطبعا دي كانت النتيجة، وهم في النهاية أطاحوا بهم. لكن هم في البداية كانوا من أعضاء المجلس المتبنين الالتزام بالأهداف بتاعت الثورة، اللي هي تبني فكرة برنامج الجبهة الوطنية الديمقراطية الممتد من ثورة أكتوبر، الخلقات الجماهير العريضة بشتى يعني انتماءاتها السياسية داخل الفكر ذاته التقدمي الثوري النزاك، يعني الأفكار كانت موجودة. فهم لما قاموا التزموا بثورة 25 مايو التزموا بأنه لازم تتنفذ، لما شعروا أنه 25 مايو بدأ النشاط في الميادين بيتكلموا بخاطب الجماهير، ودي خلقت نوع من يعني التفاف حولهم. دي أزعجت جدا جعفر نميري، وبدأ في الوقت ذاك يعني يضيق الخناق على أعضاء مجلس الثورة الما ملتزمين الما بيطيعوه. يعني في شيء آخر، هو بعد مارس 70 جعفر نميري، مع أنه هو السبب كان في أحداث أبا وأحداث النبوي، يبدو أنه شعر أو وجد تأنيب من أطراف يمينية هو بينتمي لها، وبدوا يدقوا له على اساس انه هو عمل وعمل وعمل، ودول الشيوعيين ودول الشيوعيين، وقام صدق انه العمل اتعمل ده عمل الشيوعيين، بينما هو كان رافض اصلا هو ورا الفكره. يعني واصل في زيارته للنيل الابيض لما مشى، وهو اللي رسل سؤال ابو الذهب دخل الجزيره ابا عنوه، وهو اللي رسل قوات من الخرطوم وانا من ضمنهم ودخلنا الجزيره ابا، وده كله هو العمل. يعني ده هو انتنشن اللي عمله جعفر النميري، مش عمل الشيوعيين. يعني هو لما بدأ يعني القوى اليمينية بدأت تنتقد خطوته دي، كان بيجير الموضوع ده للشيوعيين، وبالتالي بدأ يعني يندم على الفكرة. إرسال الضباط ده كان للتمويه يعني ولا شنو؟ كان للتمويه مثلا؟ ياتو ده تنظيم؟ الإرسال بتاع الضباط لل لا لا، ما كان تمويه، هو كان عنية مقصود به أنه يضعوا الحد للإمام الهادي والأنصار، ويعني يكونوا يستسلموا للواقع السياسي يعني. ولقيت مواجهه يعني من الانصار بشجاعه منهم يعني، والمساله اخذت وقت يعني.
إذا المسألة بتاعت الخلاف هي كانت عندها أسباب كثيرة جدا. جعفر النميري من بداية بدأ يتخلى عن وبدأ يزايد في شعارات، يستلف الشعارات بتاعت الحزب الشيوعي أو بتاعت اليسار وبدأ ينفذها بدون علمهم وبدون موافقتهم. يعني التأميم، المصادرة، احتفال بلينين، أشياء كانت ما تخطر على بالك، كانوا أتبناها. وأحسن من أشار للموضوع ده بتاع أن التأميم والمصادرة كان اتخذته 25 مايو رغما عن رفض الحزب الشيوعي كان شهادة الأستاذ إبراهيم منعم منصور في مقابلة مشهورة في قناة غنم من الغنوات، وكان عنده شهادة مستمرة حلقات من السلسلة. هو كان شخص يعني تصنيفه حزب أنصاري مثلا، لكن كان رجل عنده قامة ورجل يعني عنده تاريخ ناصع ورجل ممتاز جدا، كان وزير مالية لسنين طويلة. فقام يعني شهد بشهادة موثقة صورة وصوت أنه الحزب الشيوعي كان ضد الفكرة، وعبد الخالق محجوب تحديدا هو جالس في مكتبه كان ضد الفكرة. إذا اللي كان بيعمله جعفر النميري كان هو الدور بتاع أنه عايز يهمش الحزب الشيوعي، هو في الواقع كان عايز يهمش اليسار كله، لأنه اليسار أو القوى التقدمية كلها كانت ملتفة حول الحزب الشيوعي، ما بالضرورة أن تنظيم الضباط الأحرار أو الحركة الجماهيرية كلها تكون شيوعيين، الشيوعيين جزء من 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 الحركة دي تنتمي لله. نعم، طيب يا سعادة الرائد، يعني هي الخطة ذات سارت كيف، يعني اتفدت كيف، بما أنها كانت تخطيط لتصحيح مسار وما قعد للأسف إلا 3 أيام تصحيح المسار ده، الخطة صارت كيف، تنفيذها كان كيف، هل كان من المتوقع انها تفشل الفشل ده؟ التوقع طبعا ما كان موجود ولا ما كان قامت، لكن التنفيذ في البدايه تم لانه تنظيم الضباط الاحرار يعني كان عنده سيطره على وحدات ضاربه زي الحرس الجمهوري تحديدا والحراسات الخاصه برئيس الجمهوريه او رئيس مجلس قياده الثوره والاعضاء وبعض المرافق، قصاد أسلحة مناوئة ومع 25 مايو زي المظلات أو المدرعات، فكانت المعادلة صعبة. لكن آنذاك السيطرة تمت تقريبا قبل التنفيذ باعتبار أنه كل الحراسات وكل المواقع الحساسة تكون تحت سيطرة الحرس الجمهوري. وفي الواقع أسبوع قبل تنفيذ 19 يوليو كانت تقدر تقولي الحكومة كانت سقطت، يعني التنفيذ كان بدأ تم، يعني احتلال، حراسات، كل شيء كان في الواقع تام. يعني السهولة تمت بها تنفيذ الحركة هي يمكن من الأسباب اللي أدت لهزيمتها، لأنه شعروا الناس ب يعني أنه المسألة كانت في غاية البساطة، وبالتالي التأمين، لأنه طبعا أنت لما تعمل تنفيذ لازم يكون في يتبع تأمين وعمل أمني استخباري أكيد سهولة الحدث خلت الناس تبتهج تسترخى إلى حد كبير. فالأسباب بتاعت الفشل كانت أسباب سياسية وأسباب عسكرية، لكن طبعا أكبرها السبب العسكري، يعني العسكري اللي هو كان فيه إخفاق واللي كانت نقطة الضعف في سلاح المدرعات. برضو الموقف السياسي ما ننساه باعتبار انه الشارع نفسه يعني سبب فشل الجانب التأميني، التأمين بتاع الثورة. والتأمين طبعا هو كان بيتطلب اشياء كثيرة، كانت الفترة قصيرة بتاعت 3 أيام، يبدو انه التدبير نفسه ما كان تم باعتبار انه يكون في تشكيل بتاع قيادة او هيئة قيادة في داخل القوات المسلحة تتولى المسألة دي. وكان هاشم العطا يعني عنده مسؤوليات كثيرة جدا جدا، هو كقائد عام وكرئيس مجلس قيادة الثورة من إنابه إلى آخره كان متشتت، بينما أنه كان مفروض العمل تقوم به هيئة بتاعت قيادة مستقرة قاعدة في القيادة العامة تقوم بالتأمين بالعمل الاستخباري بتطلع بكل المسؤوليات. فالثلاثة يوم ما كانت كافية لتجهيز المسألة دي، وشعروا بالسقرات الأفراد التانيين اللي هم أصلا كانوا متربصين. وبالمناسبة الثلاثة يوم دي ما كافية بأنها يعني تقوم بتحرك مضاد إلا لتنظيم راسخ وقاعد من فترة وعنده روابط وعنده اتصالات وعنده كده. يعني في 3 أيام أنت ما ممكن يعني كقيادة أو كشخص فكر في عملية التغيير
يقوم يجي يتصل بالجنود ويتصل بالضباط ويقنعهم ويجتمع بهم ثاني يوم، لانه كلها يومين او ثلاثه، ما ثلاثه يوم، اليوم الاول تصله كان يوم الصدمه، الثاني والثالث ما ممكن. اذا ده تنظيم راسخ من بدري وعنده اهدافه وعنده خطه موازيه للخطه بتاعت 19 يوليو، يعني اللي هي الانقلاب او الاستيلاء على السلطه. وده ظهر في 22 يونيو انه كانت في جهات اخرى بتحاول تستولى على السلطه، يعني تضرب الجهتين وهي تكون في الجهه بتاعت ال... ودي جات ظهرت باختراقات اللي تمت لوسط ضباط الصف في المدرعات الشدرة والى اخره يعني. نعم. طيب يا بروف مصطفى، الاحداث بتاعت بيت الضيافه الناس سمعت عنها كثير، يعني ما تم فيها من اعدامات والخطط بتاعت التنفيذ ودواعيه وهويه المنفذين، فعلى الرغم من انه قيادة الحركه يعني تحملت المسؤوليه بتاعت الاحداث دي بطبيعه الحال، هناك من ذهب الى ان الحدث ده كان نتيجه تصرفات فرديه مع بعض القاده الميدانيين. احنا عايزين ناخذ جانب من الحقيقه يعني في الحاجه دي. انا افتكر الجواب على سؤالك ده يمكن ابو بكر يجيب عليه احسن، لكن انا عاوز اضيف شيء. انا يبدو لي كمان في انه قبل يوليو انه نميري واعوانه كانوا بيخططوا لشيء ما، لانه في 1 مايو 71 تم اعتقال زي 200 من قيادات النقابات والمهنيين، وانا كنت واحد منهم، يعني كنا نحن في السجن لحد يوم 19 يوليو، وكل هذه قيادات العمل النقابي والمهني هناك، كانها كانت عمليه بتاعت احتراز لشيء يحدث. السجل والقدم مكتوب مكتوب تحت السيف وخط اليد خط اليد باسم الوقف وقالوا الجد وهدوا كتف عدوهم هد باسم الوقف وقالوا الجد وهدوا كتف عدوهم هد باسم الوقف وقالوا الجد وهدوا كتف عدوهم هد باسم الوقف وقالوا الجد وداتوا على التراب الهم وداتوا على التراب. طيب يا سعادة الرئيس، يعني بما انه المعتقلين كانوا 13 ضابط وثلاثة مدنيين اعدموهم بالاضافة لمئات المطاردين من الشيوعيين، المهم احداث كثيرة يعني عقبها فشل للحراك اللي كان قايم في الفترة ديك، وكان من الناس اللي تنفذ فيهم حكم الاعدام في الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب والقائد النقابي احمد الشيخ والقياديين جوزيف قرنك والرايد هاشم العطا والمقدم بابكر النور والرايد فاروق حمد الله. حتقول شنو عن المحاكمات دي بالاضافه كمان لجانب من 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 احداث بيت الضيافه؟ بالنسبه لاحداث بيت الضيافه في الواقع، اول شيء لما قام 19 يوليو تم اعتقال رئيس المجلس قياده الثوره واعضاء والمسؤولين الكبار وبعض الغاده وودوهم القصر الجمهوري. بعتقد انه في التاريخ المعاصر او في التاريخ كله عموما ما في يعني تغيير سياسي بيحصل بيجيبوا رئيس المجلس قيادة الثورة وبيخطوه في القصر الجمهوري، والضباط الاقل منه بيجي يودوهم قصر الضيافه اللي هو ثاني الدرجه الاقل من القصر الجمهوري بريحيته وبتسهيلاته. ده دليل على انه ما في قصد غير انه الناس دي تبعد الناس دي من السلطه الى حين تستغل الامور، بعد ذلك تتم اجراءات معينه ممكن تتم فعلها، يعني وبخاصه نحن في افريقيا، افريقيا تعرف الحكومه اللي بتجي الا نحن كنا شويه نزيهين في الانتفاضه الاخيره دي او يعني كويسين. طيب بالنسبه للكلام البروف مصطفى، التقرير بتاع علوب وين؟ تقرير علوب ده ناس كتار لاحقوه، في دكتور عبد الماجد بوب، في هند بابكر تكلمت معاه ساعتين عندها تقارير مكتوبة، وأنا شخصيا من الناس اللي حقق معي وحقق مع ناس كتار جدا، وكان في لجنته في عقيد أو كومندان من الشرطة مباحث وعقيد من الجيش عقيد من الأمن واحد من النائب العام، وأخذت شهور عديدة جدا سنة 72-73. التقرير ده عملوا منه نسختين، هم مشوا شاهدوا الموقع وشافوا كل شيء وكتبوا التقرير. هذا التقرير زي ما قال بروف مصطفى اختفى intentionally، اختفى. فتصوري انه لو كان التقرير ده اشار لانه الحركه بتاعت 19 يوليو مسؤوله من بيت الضيافه كانت نشر وتوزع في الشارع،
مؤكد هو التقرير وصل لأنه هذا الذي حدث ما مسؤول منه حركة 19 يوليو. والدليل على ذلك أشياء كثيرة جدا فنية ويمكن أحد يسردها يعني. يعني المشهد الأول الصورة بتلقي الفجوات الكبيرة بتاعت المدفعية اللي هي مدفعية بتاعت الدبابات بتضرب في الغرف وبتعمل فجوة كبيرة جدا. الدانة بتاعت المدفعية دي اللي هي 100 ملي لما تدخل جوه الناي بتنفجر بالشظايا وابتدت جرحت الناس وابتدت قتلت كثير جدا من الشهداء. يعني في احد الشهداء تمزق يعني الامعاء بتاعته. مؤكد دي ما طلقة لانه طلقة عندها يعني مدخل ومنفذ يعني خرم. اذا المسألة كانت هي عبارة عن عمل ما من القوات اللي هي حارسة اللي هي شايلة اسلحة صغيرة. والمباني تهدت والدنيا الغيامة قامت. وبعدين في دبابات اصلا جات عشان تقوم بالعمل ده يعني. في ثلاثة من الشهداء ضباط الصف اللي هم أضيفوا من قيادة المدرعات ضباط صف رغيب يعني أسماء أنا ناسيها ثلاثة أسماء مضافين أسي في الكشف في الجوجل تلقيها ديلا من المدرعات جو واستشهدوا بيت الضيافة. مؤكد هم مش ضباط اللي هم ضباط كانوا يكونوا معتقلين مع النازي لكن هم ضباط صف جوب الدبابات واستشهدوا في بيت الضيافة. ده معناها كانت في معركة في بيت الضيافة من قوات صديقة بتاعتهم أو رد من القوات الحارسة الشهداء. لكن الدليل على أنه القوات اللي ضربت الشهداء هم الحرس بتاع 19 يوليو دي ما فيها أي دليل ومسألة بعيدة كل البعد عن الواقع. نعم. وبتحتاج لتحقيق وتحريات وفي كثيرين جدا كتبوا عنها واهتموا فيها. في عبد الماجد بوب، في عبد الله الصافي، في البروفيسور عبد الله إبراهيم يتكلم وعمل كتاب وناقشناه وكان قبل 3 سنين وكان زي في اتفاق انه نقعد على اساس انه تتعامل تحقيق او يعني نعمل تريسنج للفكره على اساس نصل للمعلومه. بس يمكن التباعد وتاع الناس ما تمت الفكره يعني. نعم. طيب نتوجه للاستاذ هند. بما انه انت يعني بعيدا عن السؤال ده للعسكريين او السياسيين، انت الابنة للراحل بابكر النور رحمه الله عليه وربنا يرحم كل الناس الرحلوا يعني في الاحداث دي، كيف بتتذكر الاحداث بتاعت 19 يوليو دي؟ انا بقول لك انه احنا يعني ما دار ابتدي ب 19 يوليو، ببتدي بدخول الشهيد بابكر النور للكليه الحربيه. زي ما قال البروف مصطفى، ابوي دخل الكليه الحربيه بتوجيه من الحزب اللي هو الوقت ذاك في تنظيم الضباط الأحرار عشان يكون يعني فرع للجبهة الوطنية أو الجبهة الديمقراطية العريضة في القوات المسلحة أو في الأجهزة النظامية، ويتبنوا الفكر بتاعة الشعارات بتاعة الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية وكل الشعارات اللي نادت بها ثورة ديسمبر المجيد الآن. ودي كانت بداية دخول الوالد للكلية الحربية وانضمامه لتنظيم الضباط الأحرار، وكان طيلة حياته يعني ولاء تام لتنفيذ الخطة بتاعت الجبهة الوطنية العريضة للنهوض بالثورة والحكومة وكذا. وده هو الشعار اللي رفعته ثورة مايو. وعشان كده حتى ناس أبوي حسب ما عرفت من الوالدة وغيرها إنه شاركوا بعد استشارة الحزب واستشارة الجهة التنظيمية اللي هم بينتموا لها باعتبار إنه مايو رفعت كل الشعارات بتاعت الجبهة الوطنية العريضة واللي هي حسب كجبهة عريضة لإنقاذ الوطن وتحقيق مطالب الشارع وقتها. فدخلوا في مجلس قيادة ثورة مايو. في أثناء دخولهم في مجلس القيادة وزي ما قال الدكتور إنه حصل يعني نميري حاد عن الطريق، عشان كده كان لابد من حدوث الثورة التصحيحية. فدي أنا بتذكرها تماماً 19 يوليو رغم أني كنت صغيرة في السن لكن رأس خلي في ذهني تماماً. يعني حتى بتذكر يعني أبوي كتب في وصيته يعني هند لن أنسى وداعك في القاهرة. يعني أنا لما ودعت أبوي كان جواي حس كده بقول لي أنك ما حتشوفيه تاني، وقد كان أني ما شفته تاني. يعني قالوا كنت بودع وبرجع وباجي تاني بودع وبرجع، يعني يمكن 3 مرات أنا ودعته لما كان مسافر من القاهرة لإنجلترا. وقد كان يعني لما حصلت 19 يوليو أنا أفتكر بعد ذلك ممكن نتناقش عن آثار 19 يوليو في فهمنا وفي وعينا وفي تبنينا للقضايا بتاعت الجماهير.
اللي هي 19 يوليو خلتنا نهتم بالحقوق المدنية والحقوق الديمقراطية والحقوق الناضد بها 19 يوليو كلها إلى يومنا هذا. وأنا برضو تخصصت في مجال القانون عشان أشوف وين كانت الثغرات في محاكمة الشهداء ديل. يعني المحاكمة زي ما قال الوالد في الوصية بتاعته كتب إنه الأحد صباحا ويعلنوني بالحكم بعد، ولكني واثق أن حكمهم الإعدام وسينفذ غدا، فالمحاكمة صورية. الصورة بتاعت إنه المحاكمات دي صورية ظلت طوال السنين اللي أنا مريت بها بتخليني أفكر إني أدرس القانون عشان أعرف وين العدالة، وين الخرق، وين يعني الحاجات دي حصلت ليه. وقد كان ومن ضمن الحاجات اللي أنا اهتميت بها موضوع قصر الضيافة، مجزرة قصر الضيافة، وسألت واتصلت زي ما قال الأستاذ بدكتور علوب وسألته من تقريره، وأنا شايلة في يدي نسخة من تقرير قال لي يا هند هذه النسخة غير سليمة، دي نسخة طلعوها لغرض في نفس يعقوب وليست في التقرير اللي أنا كتبته. لحسن يعني ربنا يطراه بالخير أستاذ علوب عنده ذاكرة حديدية، يعني بدأ يقرأ لي في التقرير من ذاكرته وأنا سجلته، لكن للأسف أنا ما كنت مستعدة للحلقة دي وإلا كنت جبت النقاط الذكرة تماما، لكن بتذكر الخلاصة. الخلاصة كانت إنه قصر الضيافة مضروب بمدفعية ثقيلة وبالتالي ليست لها علاقة بحركة 19 يوليو حسب كلامه، إنه دي كانت الخلاصة بتاعت التقرير، وإنه لما هو شكل اللجنة نميري استعجلهم في إصدار التقرير لمرتين وهو رفض باعتبار إنه حيطلع تقرير بمهنية وبشفافية. للأسف التقرير كان منه نسختين، قال واحدة سلمها لجعفر نميري والنسخة الأخرى كانت في خزنته في المكتب. لما أبعد أو يعني استقال وخلى العمل شال النسخة اللي كانت عنده في المكتب وسلمها لمكتب جعفر نميري، وحسب كلامه سلمها لمنصور خالد بالتحديد، وبيفتكر إنه كل النسخ الموجودة دي غير حقيقية، وهو متذكر تماما الخلاصة اللي هي كانت في التقرير بتاعه لا تتماشى مع الخلاصة اللي وردت. وزي ما قال البروف إنه لو كان فعلا في إدانة للشيوعيين أو لحركة 19 يوليو بارتكاب هذه المجزرة كان التقرير ذات